كنت عند رضوى قامت، مش كده؟ يعني على حد علمي رضوى هربانة يا فندم، محدش فينا يعرف لها طريق. والله أمال كنتوا فين طول النهار انتوا الاتنين؟ مفيش، احنا كنا مش مضطرين نصرح كنا فين ولا بنعمل ايه، الا لو حضراتكم بتوجهوا لنا تهمه معينه بشكل رسمي. كفايه بقى يا متر تحايل على القانون ولعب بثغراته، كفايه. انا نفسي اعرف انت بتعمل كل ده ليه ولصالح مين؟ انت فاكر انك كده بتحمي رضوى؟ رضوى بريئه يا حسين بيه، في حد بيحاول يورطها مكانه عشان تشيل شيلته. وانا موافق، لا والله والله بجد حقيقي انا موافق على اللي انت بتقوله، موافق جدا. بس تفتكر بقى مين عنده رغبة حقيقية في قتل عصام الصياد؟ معرفش، ده شغلكم. ما هو احنا شفنا شغلنا، والمؤلم في الموضوع ان المتهم كان واقف قدامي طول الوقت بس مش شايفه، مستخبي في النور، ولانه عنده دافع ورغبة حقيقية في القتل، ولانه متأكد ومدرك ان رضوى بريئة ومش عايزها تشيل التهمة مكانه، قام مخبيها. حضرتك تقصد مين؟ أنا؟ ما هو احنا دعبسنا وراك يا متر، دعبسنا وراك وعرفنا الحكاية القديمة اللي بينك وبين عصام الصياد، الحكاية اللي ممكن تخليك عايز تقتله. ما حصلش. ضميرك فضل يأنبك علشان واحدة مسكينة وغلبانة زي رضوى هتشيل التهمة مكانك، فعملت المستحيل علشان تخرجها بكفالة وانت مهربها. الكلام ده مفيش عليه أي دليل. ما هو قالك بقى يا متر، قالك إن احنا دعبسنا وراك ومسرنا نلاقي دليل. وعلى فكرة احنا ما دعبسناش وراك لوحدك. لا لا انا ماليش دعوه بحاجه. فعلا؟ امال كنت عند مجدع الوان بتعمل ايه؟ يعني عندك قضيه عايزها تمسكها لك؟ دي المره الوحيده اللي ما عرفتش تفلت فيها من المراقبه يا وافي، او ما كنتش مهتم. ماشي، يلا بينا. انا هفهمك يا متر. طب اسمع بس، والله هقول لك يا متر. طب اسمع وتقتنع بكلامي، هيوقعوا بينا ده اللي هم عايزينه. يا متر بعد اذنك بكلمك، رد عليا. انت فعلا رحت تقابل مجد علوان من ورايا؟ حصل. وما قلتليش ليه ولا جبتلي سيره؟ ما وقعتش بلسانك بس غير لما افتكرت ان هي اللي شككتني فيك، صح؟ وانا زي العبيط صدقتك. يا متر انت كنت في ايه ولا في ايه بس؟ ما جاتش مناسبه اقول لك. ما تستعبطش! كده دي فيها مناسبة؟ بصراحة خفت تفهمني غلط. خفت؟ أنا دلوقتي بقى بفهمك صح. ما أنا شفتك، شفتك بعيني وأنت عمال تقلب في حاجتي في المكتب. هي إيه بقى؟ مجدة علوان عاملاك جاسوس عليا؟ حاولت معايا وعرضت عليا فلوس كتير جدا. وأنا عينيا زغللت شوية يعني، بس في الآخر يعني والله رفضت، حتى الشيك اللي اديتوني ما صرفتوش. طب أستأمنك إزاي على رضوى دلوقتي؟ أستأمنك إزاي عليها وعلى المكان اللي هي فيه؟ ما انت جيت يا متر وطمنت عليها وشفتها بنفسك. انا لو عايز ابيع كنت بعت من زمان. كان لازم تقول لي عشان ما افقدش ثقتي فيك. معاك حق، انا برضو اتهزيت شويه، ما انا بني ادم يعني يا متر. بس في الاخر والله العظيم ثلاثه ما خدوا مني كلمه واحده تهددك او تهددها. معرفش يا وفي، معرفش. ماشي يا متر، حقك، أنا همشي ومش هرجع لما تفكر كده وتكلمني. ولو ما كلمتنيش تمام يعني، أنا هتفهم برضه. ولو على رضوى أنت عرفت مكانها، وممكن تكلم فوف في أي وقت تطمن عليها. أنا ماشي. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.